رجعت لكم تاني مع حد جميل جدا جدا جدا، انتوا كمان هتحبوها زي ما انا حبيتها جدا، وهي اسراء الجميله، ومعايا مامتها اللي زرعت فيها كل حاجه حلوه. ازيك يا اسراء؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله كويسه؟ كويس الحمد لله. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. والده اسراء من الشخصيات الجميله جدا اللي زرعت في بنتها كل حاجه حلوه، زرعت في اسراء الاراده، القوه، تحدي اي اعاقه موجوده. مفيش حاجه اسمها اعاقه، ولا في حاجه اسمها ان انت تقف عن احلامك، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها انا قد وهكون، وبكره باستطاعه ربنا هتغلب على كل الامور اللي تكون موجوده، وهصبح انا اللي بمثل نفسي رغم الظروف. تحدي الظروف ده شيء اكيد لينا ولاولادنا، ولازم يبقى موجود. النهارده بقى معانا الام الجميله اللي زرعت في بنتها كل الحاجات الحلوه دي. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك حبيبتي، نورتينا. تسلمي، ربنا يخليك. الله يخليك. شكرا ان انت ربيتي اسراء التربيه الحلوه دي، شكرا ان هي ربت في اسراء وزرعت فيها الخير والمحبه والعزيمه. احنا عندنا على فكره قبل ما نتكلم عن مامتها واللي عملته، ومامتها تتكلم عن كل الحاجات الحلوه دي، نروح واحنا بنتكلم كده لصور اسراء الجميله في البطولات اللي خدتها، ومامتها تتكلم عن الصور اللي موجوده. كل صوره هتحكي لنا حكايتها ايه. الصور، صور اسراء الجميله. الصوره دي مثلا قولي لي كانت فين؟ دي كانت في ابو ظبي. كانت بطوله؟ كانت بطوله العالم 2019، خدوا مركز تاني. و بطوله في ايه بقى؟ بطوله في السله. ما شاء الله. غيرها؟ بطوله في السله. نغير؟ هي نفس البطوله؟ نغير؟ رسمين كان هي برضو. نغير؟ نفس البطوله. كانت مع الفنان حسين. طبعا الفنان الجميل. والدكتور اشرف صبحي. دي في مهرجان الابداع الفني، كانت اخده اول غناء. دي عندنا في بورسعيد. دي كانت ايه؟ تكريم برضو. تكريم. دي بقى ده احلى فاشن في الدنيا. احلى عروسه في الدنيا شفنا، اللي هي كانت حابه تكون موديلز، عارضه ازياء. واحلى عارضه ازياء كانت اسراء الجميله، كانت مع شيماء العربي. شيماء العربي الجميله، ام قلب جميل جدا، اللي دايما بتحفز كل البنات على تحدي الاعاقه وتحدي الظروف وتحقيق احلامهم. شكرا يا شيماء على الحاجات الحلوه اللي انت عملتيها مع اسراء وكل البنات. انا بس عايزاكم بقى، انا بشكرها جدا، انا كمان بشكر شيماء جدا. وعايزاكم تجيبوا لي الصور برضو لغير اسراء، البنات اللي راعتهم شيماء. انا في صور معانا تاني راعت كتير جدا، كان معانا بعض البنات الجميلات اللي شيماء راعتهم. شوفي قمر ازاي. فرح. عسل. فرح. جميله. فرح. دي رنا. ورنا. دي سلمى. وسلمى. بس سلمى. دي فرح. الله. دي رنا. شكرا لشيماء العربي، شكرا للناس اللي قلبها لسه عمران بالخير والحب. وارجع تاني لمامة اسراء واقول رحلة الكفاح العظيمة اللي هي قامت بيها. والنهاردة هي مش ضيفة للبرنامج، هي ام لكل بنت عندها نفس مشكلة إسراء، وهي عندها رسالة بتقدمها لكل أم، إن أنت تكوني حافز لأولادك وتساعديهم إزاي يحققوا نجاحهم ويحققوا أحلامهم، زي ما شفنا إسراء الجميلة والبطولات اللي خدتها. إزاي تعبتي وقدرتي إن أنت توصلي للمرحلة الحلوة اللي إحنا شايفينها من إسراء دي؟ إسراء كانت عندها 8 شهور وحسينا إن هي مش طبيعية خالص، فتعبت مننا واحنا رعيناها بقى، وديناها لدكاتره. وبعد ما وديناها لدكاتره الدكتور قال لي لازم توظفيها رياضيا، فوظفتها رياضيا، بقت بطله عالم، بقت بطله جمهوريه، كمان عندها بتغني وبتعمل استعراضات وبتعمل مسرحيه. اي ام بتحس ان ابنها مختلف لازم تشجعه على صفة فيه.
ولازم تقبله طبعا. حلوة الرضا، الكلمة دي حلوه، الكلمه دي جدا 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 جدا، تقبله وترضى. اوعي تقولي انا ليه ابني مش سليم، انا ليه ابني لا في أبداً حاجه أبداً. الكلمه دي اعتراضك عليها مش حلوه ابدا. معانا اتصال أبداً. من المستشار محمد منصور، اهلا وسهلا. اهلا بك يا سيادة الكل. اهلا وسهلا سيادة المستشار، الله يبارك فيك. حضرتك عندك الفنانه الصغيره رجاء صادق، وطبعا دي انتاج مركز شباب طمي الزاير. رجاء من الناس الحلوه، الفكره اللي كانت قبل دي رجاء كانت من الناس الحلوه والممثله للناس الجميله والاطفال اللي فيها الروح وحب الوطنيه. احنا طبعا بنتمنى ان اولادنا كلها تكون زي رجاء، وبنتمنى ان اولادنا نزرع فيهم حب الوطنيه والخير. بشكر حضرتك كتير يا سياده المستشار. الله يبارك فيك. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. الله يبارك فيك. ارجع لكم تاني واقول احنا في العالم اللي احنا فيه في حاجه اسمها القضاء والقدر والرضا بالمكتوب. ان انت يجيلك طفل في اي مشكله، اوعى تجهل المسؤوليه وتقول انا هسيبه ده خلاص. لا ده ابنك ولازم ترعاه. وزي ما احنا عندنا اسراء الجميله اللي انا حبيت كل ارادتها وحبيت مامتها جدا، ان هي زرعت فيها القوه. القوه دي ما جاتش اسراء لوحدها، اسراء لو ما لقيتش ام تقف في ظهرها ووالدين يكونوا هم الظهر والسند ما كانتش هتحقق البطولات اللي احنا شفناها دي. لكن انا عايزه اروح لاسراء وهي بتغني واسمعها. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسه، نقدم احلى فرحه معاها متمسه. يا ليل طول شويه عالصحبه الحلوه دي، يا ليل طول شويه عالصحبه الحلوه دي. ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي، والعمر ما يتنسى. حلوين من يومنا والله، والله قلوبنا كويسة. برافو يا إسراء، شكرا يا جميلة يا حلوة. لكن أنا عايزة كلمة أخيرة من الأم الجميلة، وعايزة أسأل إسراء. إسراء أنت عايزة تقولي كلمة قبل ما تمشي من البرنامج. نفسك في إيه؟ نفسي أحلم حلم يكون كويس، يعني يكون كويس جدا. يعني احلى حلم في الدنيا ليكي ان انت جيتي على الدنيا لينا يا اسراء. وحضرتك؟ والله انا بشكر مدام شيماء، وبشكرها جدا، وبقول لها انا بحبك قوي يا شوشو. يا شوشو. هي جميله اتاحت لنا الفرصه ديت والله، لان هي كان نفسها تلبس فستان فرح وفستان سهره، فهي اتاحت لنا الفرصه دي، وانا سعيده ان هي كده يعني. الحمد لله. مبسوطه بيها. وانا سعيده جدا 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 بوجودكم معايا النهارده. نورتوني جدا. سلام. وشرفتوني. سلام. شرفتوا الدنيا كلها، وسعيده ان انت احلى ام في الدنيا، لاحلى بنوته في الدنيا. بشكركم كتير جدا لوجودكم معايا النهارده. بشكر كل ام بتقوم بواجبها ناحيه ابنها، كل ام بتقوم وتعرف يعني ايه الامومه لابنك مهما كانت اعاقته. مفيش حاجه اسمها اعاقه، الاعاقه الفكريه اللي ممكن تخليكي تفكري ان انت ما تقفيش في ظهره، انت السند وانت الظهر لتحقيق الاحلام والاهداف، وتبقى عندك بنوته او ابن حلو جدا زي اسراء. بحبكم كتير، استنوني الاربع الجاي الساعه 8 مساء، موضوع جديد زي ما انتم متعودين.